السلام عليكم. يعطيكم العافية، مساكم الله بالخير. بس شوية كذي ننطر 3-4 دقايق بس، ها كذي يكتمل العدد علشان نبلش إن شاء الله. صوت واضح؟ تسمعوني صح؟ صوت واضح تمام عدل؟ ممتاز ممتاز ممتاز. الحمد لله راح نبلش بعد دقيقتين بس ان شاء الله، دقيقتين ونبلش ان شاء الله. اخباركم؟ خلاص كلنا قاعدين في البيت الحين ولا في احد للحين مو قاعد في البيت؟ ها عادي قولوا الصج، ما حد راح يعرف، قولوا الصج. قاعدين في البيت ان شاء الله، يلا ما على حق مصلحتنا ان شاء الله، شدة وتعدي يا رب إن شاء الله. ما عليه، شدة وتعدي إن شاء الله، كل شيء فيه خير من 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 رب العالمين. يعطيك العافية إن شاء الله، يعطيك العافية اللي مداوم يعطيه العافية، واللي قاعد في البيت الله يعطيه العافية، كل واحد يؤدي دوره، رب العالمين إن شاء الله ما يقصر معانا ويردنا إن شاء الله، يرد إن شاء الله، يرد الشر هذا إن شاء الله، والأمور طيبة يا رب إن شاء الله. نزين، حلو 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 حلو. نزين، اليوم يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله 8:30 تقريبا خالصين، يمكن بعد نعطي 10 دقائق ربع ساعة حق الأسئلة إن شاء الله، ما راح نطول يعني الموضوع كله مع الأسئلة مع كل شيء 45 دقيقة إن شاء الله. قبل 9 إحنا خالصين إن شاء الله إذا الله سهل. نزين، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. وأول شيء أتشكر مجموعة أفكار علاج طبيعي أو بي تي ايديز على الاستضافة وعلى يعني ثقتهم هذه، خلونا نستخدم اللايف تشات مالهم اليوم. نتكلم عن موضوع وايد مهم اليوم. زين، يمكن أنتوا شفتوا إعلانه. طبعا أول شيء في يعني في البداية إن شاء الله مثل كل اللايفات اللي يمكن مريتوا عليها وشفتوها راح يكون مخزن. زين، فاللي ما يمدي يطالع الحين، اللي صار له ظرف، اللي يطالع شويه ويروح، اللي وده يشوف بعدين عادي، مخزن 24 ساعه لباكر ان شاء الله. زين، اذا الله سهل. واعتقد الجماعه بعد قالوا لي البث محفوظ، والجماعه بعد قالوا لي بينزلونه على اليوتيوب عندهم ان شاء الله، فيعني في كلتا الاحوال موجود ان شاء الله. زين، وبس وجودكم لايف علشان نتبادل الاسئله والنقاشات اذا صارت بيننا. انزين، شرف لي طبعا. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم، موضوع اللي هو الكرونيك بين، الالم المزمن. زين، وبعدين راح اتطرق حق موضوع اللي هو تخصصي اللي هو الام العمود الفقري المزمنه. زين، خل اعطيكم نبذه بسيطه سريعه عني ان شاء الله تتقبلون مني ان اعطيكم هذه النبذه السريعه. انا اخوكم علي العطار من الكويت، انا اخصائي علاج طبيعي، عندي ماجستير في العلاج الطبيعي وماجستير في تاهيل الاصابات الماسكولوسكليتال، وعندي دكتوراه في الالم المزمن في الكرونيك بين مانجمنت. زين، من بريطانيا في الماجستير والدكتوراه، وجزء من دراستي كانت في تاثيرات الجانب النفسي على الألم المزمن.
زين، فان شاء الله راح تسمعونا نطرق حق الجانبين من الاحاديث هذه. زين، اول شغله خلونا نعطي تعريف عام زين علشان نعرف ما هو الالم المزمن. ليش لازم نعرف شنو التعريف؟ لان في وايد ناس لا زالت لغايه الحين مو قادره تفرق ما بين الالم العادي اللي هو الاكيت بين الالم الحاد والالم المزمن، الالم اللي مدته طويله الكرونيك بين. شوفوا يا جماعه، نتكلم بالعامية، ها الـ أي ألم عندنا أو أي إصابة لها فترة زمنية محددة، وبعدها إحنا نتوقع أن هذا الجرح أو هذه المشكلة تبرى وتطيب. زين، على سبيل المثال، يأتي واحد وقاعد يقشر برتقالة، قاعد يقشر بالسكينة وجرح أصبعه، حلو، راح يعوره أو ممكن يصير في دم وفي عوار، بس احنا نتوقع ان اذا صحته زينة والظروف زينة وحافظ على الجرح ما تلوث، ممكن 3 أيام 5 أيام راح يتسكر الجرح وخلاص، بعدين يبقى الندب السكار، بس هو يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي يعني. زين، فهو نتوقع ان عندنا 3 أيام 5 أيام اسبوع اموره طيبة. زين، عضلة مزقت على سبيل المثال، واحد لف الانكل عنده مثلا، او مثلا شال شيء وايد ثقيل وما كان مستعد وصار عنده تمزق في عضلة الظهر مثلا، او صار عنده تمزق في عضلة الفخذ، نتوقع انه مثلا اسبوعين 3 أسابيع شهر يرد اموره طيبة، خلاص رد وضعه طبيعي. انزين، فاحنا عندنا فترة زمنية معينة خلال هذه الفترة احنا نتوقع ان هذا الشخص ممكن يرجع وضع طبيعي. الالم المزمن الكرونيك بين هو الالم اللي يستمر الى ما بعد فترة الاستشفاء. يعني واحد يقول لي اوكي انا تمزقت عضلة ظهري، حلو، وحاشني عوار ومشت الامور وعالجناها ومكان التمزق صار زين واموري طيبة، ليش للحين صار لي 6 أشهر او صار لي 9 أشهر او صار لي سنة للحين ظهري عورني؟ حلو، هذا نوع، ها الحين بدنا نفهم، ها بدنا نفهم ان الالم المزمن هو الم يستمر الى ما بعد فترة الاستشفاء. نوع ثاني من الالم المزمن شنو؟ لا والله شخص يقول لك انا عندي رقبتي تعورني 16 سنة، كل ما اروح حق احد يقولوا لي رقبتك ما فيها شيء، او يقولوا لي هذا شد عضلي. زين، 16 سنة شد عضلي، معقولة؟ زين، هذا نوع ثاني من الالم المزمن، هو الم مجهول السبب، وعلميا يسمونه unexplained pain، الألم الغير مفسر أو المجهول السبب. زين، وطبعا مو مجهول السبب، راح نعرف الحين احنا شلون نفهم هذا الموضوع. النوع الثالث من الألم المزمن هو recurrent pain أو relapse pain، هو الألم المتكرر. يعني واحد يقول لك أنا صار لي 15 سنة أو 20 سنة لازم يعني مرتين بالشهر يحوشني عوار في رقبتي، نمت غلط، نمت صح، شلت شيء ثقيل، ما شلت شيء ثقيل، انا هذا انا ما يقول لي، يعني في حالاتي تقول انا ما اتخيل نفسي من 15 سنه مر علي شهر على عداله، شهر كامل على عداله بدون ما يحوشني هذا العوار. عرفت شلون؟ هذا نوع اخر من انواع الالم المزمن. بعد في نوع من الالم المزمن اللي الحين بدوا هو مو الم مزمن بس بدوا يدخلونه معاهم، اوكي، شنو هو؟ وهذا انا ابي جوابكم. صوت راح، في صوت ولا ما في صوت؟ اوكي، تمام. انزين، في نوع بعد من الالم اللي الحين يصنفونه يدخلونه مع الالم المزمن، تدرون شنو هو؟ إذا شخص قال لك دكتور أنا إذا عصبت أو ضايقت يطلع العوار، تعرفون هذا النوع من الحالات؟ ها؟ ما فيني شيء، أنا مو شايل شيء ثقيل، أنا مو نايم غلط، أنا مو متحرك غلط، أنا إذا ضايقت أو تنرفزت أو عصبت أو دشيت في اجتماع وشديت يطلع عندي عوار. منو مرت في عليها التجربة، سواء تجربة شخصية أو عند مريض عنده أو شخص عنده، إن مجرد ما يتنرفز يطلع معاه ألم،
ألم عضلي مع أنه ما سوى شيء، هو عصب وحتى ممكن ما صرخ. إحنا مرات نقول واحد يعصب وشد وكذي تشد مع العضلات، مرات واحد متنرفز بس داخله ساكت، منو لاحظ إنه هو بعد ما يعصب أو يتنرفز عنده مكان في جسمه، في الظهر، في الحوض، في الرقبة، تشد معه. اوكي وايد زين. الحين طبعا في شغله وايد مهمه، لما نقول التاثير النفسي على الالم لازم نفسرها، لان في شيء يسمونه سايكوسوماتيك اللي هو التاثير النفس على الجسد، في وايد يعني يربطونه في شويه في الوهم ولا مو عارفين. لا، هناك تفسير علمي واضح وتفسير جسدي واضح شلون الحاله النفسيه تؤدي الى الام عضليه، راح نعرفها اليوم ان شاء الله. زين، فاحنا اول شيء عرفنا ان الالم المزمن هو على عده اشكال. حلو، الالم المزمن على عده اشكال، اما ان عندنا الم يطول فوق مدته المعتاده، يعني انا عندي اصابه واضحه، انا عندي اصابه بس مستحيل ان الم الاصابه يستمر معي طول هالمده، يا اخي عالجتها انا، ما يصير. زين، هذا نوع. النوع الثاني يقولك انا عندي عوار وكل ما افحص المنطقه ما فيها شيء، كل ما افحص المنطقه ما فيها شيء بس تعورني، والله العظيم تعورني. هذا نوع ثاني. نوع الثالث الريكرنت، الم يروح يرد يروح يرد مده طويله بس يروح يرد يروح يرد يروح يرد. اوكي انزين. والنوع الثالث هو الالم المرتبط بالضغوطات النفسيه. انزين، خلونا نوقف حبة حبة. إنزين، أولاً خلونا نعرف شيء، إن أساس الألم هو صح، مثلاً يصير عندنا تمزق في العضلات ولا شد عضلي، إنزين، ولا عندنا مشكلة في العضلات، بس شنو اللي يخلي الجسم يحس في الألم؟ هو العقل. يعني يصير شيء داخل الجسم، يصير شد عضلي، يصير عندي تمزق، يصير عندي طقة كد مرضة، وتروح المخ، والمخ يترجم هذه الإشارات العصبية، وبعدين زين. أنا قطع عندي نتفة بس، أوكي، أعتقد إن شاء الله ما اخترب البث. إنزين، شنو يعني إن الألم مكان العقل؟ هل ممكن إن الإنسان تصير معاه إصابة أو مشكلة بس ما يشعر بالألم؟ خلنا أقول لكم قصة. زين، بقول لكم قصة وايد حلوة وراح نفهم فيها وايد عن أبعاد الألم. زين، في بروفيسور أسترالي، زين، أو نيوزيلندي اسمه لارميا موزلي، بروفيسور أسترالي متخصص في علم في أوكي قطع شوية قطع شوية، الحين راح يرجع إن شاء الله، الحين يرجع. أوكي، رجع تمام. اوكي زين، لارمي موزلي بروفيسور النيوزيلندي او الاسترالي يمكن، المهم متخصص في علم الالم، شو يقول؟ يقول قصته، يقول انا يوم من الايام رايح طالع على البحر وكانت المايه جزر، يعني المايه رايحه زين، وقاعد امشي انا على الصخر وكذي، شويه وانا امشي كان ادوس على حسيت شيء قزني من تحت. يقول انا قاعد امشي اطالع ولا ريلي انتفخت، حلو، ولا دايس على نوع من أسوأ انواع الكائنات البحريه الصغيره السامه اللي موجوده ما بين الصخر، فتسمم، حلو، وعلى طول اختنق زين، لان السم مالها كان وايد قوي، وبسرعه ودوه واسعفوا، ويقولوا عدت السنين يعني، بس يقول والله بغيت اروح فيها، يعني يقول يعني لو ما كان ربعي معاي ودوني الطبيب كان رحت فيها. يقول دارت السنين، يقول عقب 9-10 سنوات رايح مرة ثانية على البحر، قاعد أمشي وأنا أمشي على الصخر كان أدوس على شيء وقز ريلي من تحت، حلو، دست على شيء وقز ريلي من تحت. يقول شنو صار فيه؟ شنو صار في مخه؟ شنو تذكر؟
تذكر التجربة اللي صارت له قبل 9-8 سنوات لما انداس على هذا الكائن البحري السام. شنو صار فيه؟ يقول على طول ريلي انتفخت ودخت واختنقت، ومرة ثانية طحت على ربعي، شالوني ودوني المستشفى. انزين، فحصني الدكتور كان يقول لي شفيك انت ذلوع؟ شفيك؟ ليش ريلك ورمت وحالتك حالة؟ شفيك؟ قلت له ما ادري. كان يقول لي ترى كل اللي انت جايزه دست على جزازه، قطعه زجاج صغيره، قطعه زجاج وجرحت ريلك، ماكو شيء يعني. شفيك يعني كذي وخايف ومختنق ومو قادر تتنفس؟ زين، شنو نستفيد من القصه هذه؟ شنو يقول بروفيسور لورميا موزلي؟ يقول الالم اللي صار معي ثاني مره هو مشابه للالم الاول، حلو، بس الاسباب مختلفه. السبب الاول هو انا دست على كائن بحري سام، المره الثانيه انا دست على قطعه زجاج، بس لان الالام متشابهه شغلت ذاكره الالم، حفز جسمي فسيولوجيا. فاحنا هنا بنفهم ان شلون تاثير الذهن على الجسم. الذهن على الجسم مو بلوتوث ولا واي فاي، لا، هناك تغييرات فسيولوجية ممكن تصير، ولكن شلون مناطق اللي يسمونها البين ميموري، ذاكرة المناطق، ذاكرة الألم المخصصة في الذهن، زين، اتحفزت وشغلت الفسيولوجية أو ردة الفعل هذه في الجسم. فهذه واحدة من الأمور اللي وايد مهمة اللي احنا نتكلم عنها في الآلام المزمنة أو الآلام المتقطعة، زين، أن أحياناً خبراتنا وتجاربنا السابقة عن الألم ترى تلعب دور كبير جداً 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 في تهيج الألم. زين؟ واليوم أنا نزلت في التويتر، نزلت دراسة، يمكن اللي متابع التويتر عندي، نزلت دراسة حطيت بينه أن هناك واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى الألم المزمن هي معتقدات الشخص نفسه. شلون يعني؟ زين، راح اشرح عن دورنا كعلاج طبيعي، راح اشرح لكم بعد شوي. انزين، شلون يعني معتقدات الانسان نفسه تؤدي الى الالم المزمن؟ شوفوا، وهني حق العلاج الطبيعي، احنا في عندنا موديل، زين، خلوني ارسم لكم اياها. يسمونها دائرة الخوف من الألم، أوكي؟ الـ Fear of Movement Model. شنو يعني؟ يعني خلكم معاي، ها؟ خلكم معاي. يوم من الأيام أنا كنت أبي أوطي أتشندس علشان أبي أخذ تشاس جمعية، رايح السوبر ماركت وخذيت أغراض، نزلتهم على الأرض، فتحت الباب ونزلت مرة ثانية وطيت أبي أشيلهم علشان أدخل البيت، وأنا موطي وأنا رافعهم شد ظهري، اوكي؟ فانا سويت موفمنت، سويت حركه، اوكي؟ موفمنت، وهذه الحركه سببت لي الم، بين. زين، ممتاز. تعالجت، رحت سويت علاج طبيعي، سويت تمارين، خذيت دواء، صرت زين. بعد شهر رايح السوبر ماركت، عندي تشاسة قال، بس خايف ان انا اوطي عشان اشيل التشاس الباجز مالت السوبر ماركت علشان ادخلهم البيت. فشنو راح يصير فيني؟ راح ابدي اتفادى الحركة، اوكي؟ سو سويت حركة غلط، صار معي الم، next time I will reduce my movement، راح اقلل حركتي. إذا بديت أقلل حركتي، إيش راح يصير؟ راح تبدي عضلاتي تتيبس وتضعف، يصير عندي weakness وstiffness. لما يصير عندي تيبس وضعف في العضلات، راح يصير عندي ألم أكثر، صح ولا لا؟
لأن راح تقل حركتي، لأن تقل حركتي راح يصير عندي تيبس، لأن راح يصير عندي تيبس راح يصير عندي ألم، فيندش في دائرة هذه، ندش في دائرة ما نقدر نطلع منها. حلو؟ سببها الأساسي هو الخوف. بالضبط. إنزين. هذا الرسمة. اسم إجماع اسمه Fear of Movement Model. ما يضيع. اسمه Fear of Movement Model. أوكي؟ بحثوا عنها في جوجل. وايد سهلة. ما تضيع. كتبوا Fear اللي هي الخوف. Fear of Movement Model. زين؟ لا مو نفس الوقت. بالتدريج بالتدريج. ألم. نبدأ نقلل حركتنا. نقلل حركتنا يصير عندنا تيبس ضعف العضلات. إنزين. شنو داخل هذه الدائرة؟ خلنا أقول لكم شنو داخل هذه الدائرة. إحنا شرحنا من قبل واللي متابع محاضراتي من قبل ومتابع يمكن وايد من الزملاء إن إحنا الحين في 2020 وصلنا حق قناعة إن الدسك في العمود الفقري سواء كان في الرقبة أو في أسفل الظهر والخشونة ما يسببون ألم. أوكي مو مثل ما إحنا متخيلين وراح نشرحهم بعد شوي بصورة أكثر يعني. زين. ولكن نفترض إن شخص زارعين في مخه زين إن دير بالك لا تشندس لا تنزل وتشيل شيء ثقيل لان البندنج الفورورد بندنج ترى يطلع الديسك. ترى في معتقد لا زال مع الاسف الشديد مع ان هذا المعتقد علميا ما له اي اساس وتم تفنيده علميا ولكن لا زال في معتقد ممكن تسمع من بعض التخصصات الطبيه ان اذا ظهرك يعورك وبالاشعه طلع عندك ديسك لا تركع. ليش؟ لأن الركوع راح يطلع الديسك لورا. هذا معتقد لا زال موجود. فهني الشخص هذا انزرعت داخله معتقد. شفتوا شلون الذهن يأثر على الجسم؟ فلما يصير معه عوار فإحنا السيناريو كالآتي. ندش في تفصيل السيناريو. نزلت وشلت كاس جمعية وظهري عورني صار معي عوار في الظهر وراحوا ودوني الطبيب وسووا لي أشعة. كان الدكتور يقول لي علي عندك ديسك في ظهرك لا تركع مرة ثانية لا تشيل تشاس ثقيلة مرة ثانية صل على الكرسي ما بيك تصلي على الأرض ها امشي وانت حاط حزام طول الوقت لا تدش نادي تتمرن أبيك بس تطلع تمشي برا لا 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 شو يصير داخلي أصير رجل آلي أصير روبوت معاي أصير رابط فبعدين عقب شهر شهرين يخف معاي العوار أيا كان السبب رحت السوبر ماركت أبي أشيل شيء ثقيل أبي أشيل كاس جمعية بشيل كرتون ماي أتذكر كذي تطلع فقاعات فوق راسي وأتذكر نصائح الدكتور لا علي لا تجندس لا تشيل فشنو أقوم أتجنب الحركة ها أقوم أتجنب الركوع أتجنب الانحناء أتجنب رفع الأوزان الثقيلة. مع الوقت القاعدة تقول if you don't use it you will lose it إذا ما تستخدمه راح تفقده. مع الوقت ال range of motion نفس ما مساعد فضلته المجال الحركي في العمود الفقري المجال الحركي في الحوض المجال الحركي في باقي المفاصل راح تبدي تقل معاي. وبعد الوقت يبدي يتيبس 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 جسمي فأدش في دائرة ما أطلع منها. شنو دورنا بالعلاج الطبيعي لما تجينا حالات الألم المزمن أو الحالات اللي عندها خوف؟ شنو دورنا؟ عندنا دور جبار جدا جدا جدا. هو ترى دور أننا بنتعامل مع الأفكار نتعامل مع عقله بس ما راح نسوي الطريقة القديمة اللي يقولك اقعد مع المريض ودرسه واشرح له وقول له رب الكعبة ما فيك شيء والله العظيم ها وراسك ما لا تحلف له لا تقول له تعال ورب الكعبة وخلنا احلف لك ووريك جوجل وطاع شنو وما ادري شنو قول له قوم تعال نبي نطلع من الدائرة تعال قوم تعال معي شنو المشكلة يقولك والله دكتور انا قايلين لي لا تركع لأن الركوع يطلع الديسك ويحرك الديسك ليه ورا حلو؟ ممتاز وإحنا نسولف وياه وإحنا نتمشى وإحنا بصالة التأهيل
ها قلت شوف ترى علميا الموضوع مو كذي كانت اول، فنعطي education بو 30 ثانية دقيقة شرح سريع ها، بس بعدها نقول تعال ايش رايك نجرب اوكي يلا، هذه كرة هذا صندوق هذا وزن على الارض وزنه كيلو ييبه من الارض بعد للحين ها، ما نشرح له تكنيك نقول له ييبه من الارض انزل ييبه بالطريقة اللي انت تبيها، عاد انت ممكن تشوف واحد يقول لك لا وما بي، وممكن تشوف واحد ينزل لك على جنب، وممكن واحد ينزل لك ما في شيء، كل واحد عنده تكنيكه الخاص. حلو، بعد ما اشوف شنو طريقته الخاصه ابدي اعدل له اياها، بس لان انا في النهايه ابي اشجعه على الركوع. وبعد ما هو يبدي يتشجع وجرادوال اكسبوجر جريدد اكسبوجر او جرادوال اكسبوجر شكرا، التدرج في القيام في الحركة. كل العلاج الطبيعي، بعطيكم قاعدة عامة، كل العلاج الطبيعي الذي يتعامل مع الآلام المزمنة هو الجريدد اكسبوجر. روح يمين روح يسار، عطني أي مدرسة علاجية في العلاج الطبيعي تتعامل مع العمود الفقري أو أي ألم مزمن ثاني في الشت في جسمه، هي جريدد اكسبوجر بشكل أو بشكل آخر. واحد سوى عملية وعضلته صارت صفر، نعطيه دام بالوزن كيلو وبعد 6 اشهر نعطيه 20 كيلو، اتز جريدد اكسبوجر. واحد يخاف يركع نقطع له الحركه، نعلمه اول شيء يسوي هنج، بعدين يسوي فليكشن، يسوي سكوات، نقطع له الحركه وبعدين ندمجهم مع بعض، اتز جريدد اكسبوجر. واحد سوى حركه كانت تعوره نقول له لا تسويها، بعدين نرد نخليه يسويها، اتز ان جريدد اكسبوجر. آلام العمود الفقري هي مو سحر، زين؟ فهذه واحدة من الاستراتيجيات اللي احنا نقطع الحركة بطريقة ذكية، ها؟ وشوي شوي نرد ندخل الإنسان إلى الحركة، زين؟ هذه إذا عندنا أفكار، واحد سامع له معلومات غلط في الانستغرام، دكتور علي العطار يمشي وقاعد يخرع الناس ويقص على الناس، وهذا متابع دكتور علي العطار، وياي وتوهقنا فيه في العيادة، دكتور علي يقول قعدوا سيدة، دكتور علي يقول لا تسوون كذي، ها؟ توهقنا فيه شلون؟ أول شيء أقوله طق دكتور على العطار بلوك، زين؟ لا زين؟ التدرج بالشرح. فإحنا كفيزيوثيرابيست أو كحتى أشخاص نتعامل القاعدة هي التدرج الإكسبوجر، زين؟ التدرج في شلون ندخل الإنسان على الحركة مرة ثانية. مرة ثانية نعيد، نفترض إن إحنا قلنا مساعة، أعطيكم مثال ثاني، أوكي بعطيكم مثال ثاني، ما بتكلم عن العمود الفقري. دشيت مرة بيتكم ولا شفت الوالدة قاعدة تصلي على كرسي، ها؟ يا 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 يما إيش فيك تصلين على كرسي؟ إيش حالاتك الأسبوع اللي طاف قاعد تصلين على الأرض؟ ليش قاعد تصلين على الكرسي؟ والله ركبي تعورني وقالوا اللي فيها خشونة، والدكتور قال لي لازم ما أصلي على الأرض بعد لأن ثاني الركبة مو زين حق الخشونة، وما أبي أصعد الدرج خلاص أبي أقعد تحت في البيت، زين؟ إيه إحنا عندنا حالة واضحة، الوالدة عندها ألم في الركبة، عندها ألم في الركبة وبدأت تغير من عادتها، بدأت تصلي على الكرسي، ولما سألناها ليش تقول قالوا لي ان ثاني الركبة والجلوس على الارض مو زين. حلو، او على سبيل المثال بالعيادة يالك مريض او يطلش مريضة، ها يما شلون تصلي؟ والله تقول انا يما اصلي على الكرسي صار لي 10 سنوات من زمان. ليش؟ والله يما انا ركب اليسار صار لي 10 سنوات تعورني، سو كرونيك بين، الم مزمن، وعندها عادة سيئة من 10 سنوات. زين لحظة خلينا نشوف فيها شيء ركبك ما فيها شيء، والله يما هذه الأشعة مالتي وأنا عندي خشونة، نشوف خشونة بالأشعة، ولكن هل نستسلم للأشعة؟ هل الأشعة هي فرض؟ هل الأشعة يعني اللي يطلع بالأشعة خلاص نسلم له؟ لا، الأشعة فيها نسبة إرر، الأشعة أحيانا ما تعكس حقيقة المشكلة، الأشعة أحيانا ما لها علاقة بالمشكلة تماما. إحنا عندنا نسبة كبيرة من الأسمتوماتيك بيبل، الأسمتوماتيك بيبل يعني يجيني شخص بالأشعة مالته سواء كانت MRI CT scan X-ray ultrasound
عنده قطع، عنده تمزق، عنده خشونة، عنده ديسك، ولكن مو مسببة الألم. فأنا ما أستسلم وأقول حق المريض إيه والله حجي عندك خشونة في ركبك خلاص يلا أروح بدل ركبك، لا، أقول له تعال حجي أصعد على الفراش، نام على ظهرك، اثني الركبة يبا خلينا نشوف، يلا ما يخالف اثني الركبة شوي شوي، اتفسها شوي شوي، اثني الركبة، ها والله تنثني، ها يبا وين العوار مالك؟ كنا العوار بالفخذ قدام، كنا العوار. So I give him a treatment ولين له المفصل وأجزئ له في الحركة. أقول له يبا خلنا ننزل نقعد على الأرض نصلي. لا يبا أنا من زمان صار لي 10 سنوات ما قعدت على الأرض. إنزين إيش رأيك؟ من يعرف في واحدة من الاستراتيجيات الناس تتشجع إذا يي يقعد على الأرض شنو يسوي حق التحيات؟ يحط مخدة ما بين الركبة عشان لما يقعد ما ينزل نزول كامل. يجيب عندنا المخدة والوسادة ويخليها بين الركبة من وراء زين ويقعد عليها، فلما ينزل ما ينزل نزول كامل، ها ينزل نص نزول. هذه graded exposure. فأقول له شوفي بقى الحين هالأسبوعين هذيلا ايش راح نسوي؟ ها صلاة الفجر تصليها على الأرض وتحط لك مخدة على سبيل المثال. زين thank you treat the patient to treat the human، لا تعالج الأمراض. فنحط له المخدة ونقول له الفترة هذه مثلا ننقل لنا صلاتين أو 3 صلوات راح تصليهم على الأرض وصلاتين على الكرسي، ونبلش معاه علاج range of motion وstrengthening تقويات mobilization mobility، ونعلمه شلون يشتغل على نفسه في البيت، ها وشوي شوي 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 ويجينا بعدها مرة ثانية، ها ما شاء الله range of motion زاد، التحمل زاد. يا جماعة في شغلة وايد مهمة لازم تحطونها في بالكم، ترى مرات ممكن نسوي له mobilization عادي زين، مرات الرينج اوف موشن موجود، المجال الحركي موجود ولكن مؤلم، اوكي في تهيج. تمارين التقوية اللي نسوي له اياها مو بالضرورة تقوي العضلة زين. ان شاء الله مرة نسوي لكم محاضرة على تأثير الرياضة على الجهاز العصبي. تمارين الرياضة او تمارين strength training وتمارين المقاومة ترفع قوة تحمل الجهاز العصبي، increase the pain threshold and pain tolerance، تخلي الجهاز العصبي يتحمل قبل لا الجسم يقول اي. ترى هذه واحدة من اسرار الرياضة. فانا لما يجيني شخص ولعب رياضة واحط له high intensity training يمكن ما له علاقة في الرينج اوف موشن، بس تشوف الألم يتحمل معه. أعطيكم واحدة من الأمور. أنا ممكن شخص عنده مشكلة في الركبة، شوفوا خلكم معي، شخص عنده مشكلة في الركبة أعطيه هاي انتنسيتي ترينينج حق الأبر لمب، أخليه يسوي بنش بريس ولا أعطيه وزن ثقيل بإيده، راح يخف الألم عنده في الركبة. لأن يا جماعة الرياضة ما تشتغل فقط على المفصل نفسه، الرياضة والتمارين الرياضية تشتغل على الجهاز العصبي، الجهاز الدموي، الجهاز الهضمي، تشتغل على كل شيء. والألم ما له علاقة فقط في المفصل. لا حد يخدعكم ويقول لكم إنه هو مشكلته في الركبة بس لأنه عنده خشونة، أو مشكلته في الركبة بس لأنه عضلاته ضعيفة، لا، لأن التولرنس بصورة عامة عنده ضعيف. فأنا واحدة من الخطوط الأولى اللي أقدر أسويها إن أنا أوكي قطع شوية أوكي رد اشتغل مرة ثانية أوكي أسوي له upper limb strength training حق الجزء العلوي، ويصير عندي neuroplasticity، الجسم كله يصير connected والتحمل مال الجسم كله يزيد معاي. فهذه واحدة من الخطوات يا جماعة، الاكسرسايز الحين يرجع يشتغل مرة ثانية. الاكسرسايز is a science، علم الرياضة وعلم تمارين التأهيل هو علم وفن، وما يركز فقط على عضلات وعظام ومفاصل وجهاز عصبي. think whole body. آخر نقطة شذي، والموضوع كبير بس آخر نقطة نتكلم عنها شنو زين. البث محفوظ يا جماعة، البث محفوظ. النقطة الثانية والأخيرة في الألم المزمن، ما هي علاقة الضغوطات العصبية، ما هي علاقة التوتر النفسي، ما هي علاقة المشاعر السلبية
في الألم المزمن. خلكم معي خلكم معي. شوفوا نسبة كبيرة من الناس، أنا مساع قلت لكم إذا واحد تضايق يطلع مع عوار، لا أنا بقول لكم في نسبة كبيرة من الناس إذا تضايق ما يصير في شيء. حلو؟ بس مشكلة الضغوطات النفسية والتوتر، حلو، ترفع الهرمونات، خلينا نبسطها ونقول الهرمونات السلبية، حلو، ترفع الهرمونات السلبية داخل الجسم، الهرمونات الناقلة للألم، الكيميكلز داخل الجسم اللي تخلي الجسم يشعر بالألم. ترى الشعور بالألم والإشارات العصبية شنو اللي ينقلها؟ هي كيميكلز، هي مواد كيميائية داخل الجسم، بروتينات تصعد وتنزل. فإذا الإنسان دش في حالة توتر مستمر، معصب مدة طويلة، زعلان مدة طويلة، متضايق مدة طويلة، باله مشغول مدة طويلة، زين يصير عندنا الكورتيزول والسيكي، في مجموعة هرمونات الحين الناس اسمها راح عن بالي، سيكي كاينين والأمور هذه كلها، زين فيصير جسمه الهرمونات والكيميكلز المواد الناقلة للألم شغالة ناطرة. فشنو يصير عنده؟ يصير عنده مبالغة بالشعور بالألم، وهو عنده شد عضلي بسيط، أوكي؟ يصير عنده شد عضلي بسيط، ولكن لما يزيد عنده توتر العصبي يصير عنده مبالغة بالشعور بالألم. يقول لي يا جماعة شد عضلي في رقبتي، ليش قاعد أحس كذي شاد رقبتي؟ أحس الألم منتشر، الألم كان شد هني، شفي صار نزل في كتفي وراح في صدري ونزل في ظهري، هذه كلها بسبة التوتر العصبي. زين شرحتها أخوي، إذا باكر إن شاء الله تعيد البث راح تشوف الموضوع هذا. إنزين نتكلم عن سر ثاني من الرياضة. فهمنا الحين أول شيء شنو علاقة الألم المزمن في التوتر، ان انا ممكن اكون في ظروف عصبيه او ظروف نفسيه معينه فتخلي الالم عندي يستمر، تخلي الالم ما يهدى، تشغل ذاكره الالم. انزين هل انا ممكن ان اهدي نفسيتي عن طريق الرياضه؟ نعم، انا ممكن يجيني مريض كعلاج طبيعي كاخصائي، انا بالكويت عندي عياده الم مزمن، عيادة علاج طبيعي للتعامل مع حالات الألم المزمن. يجيني شخص عنده ألم في الظهر، حلو، وعنده ضغوطات نفسية، أسوي له برنامج تقوية عام يخف عوار ظهره، مو عشان قويت عضلات ظهره، لا والله، لأن اشتغلت معاه برنامج عدل من تركيبة الهرمونز في الجسم، فهدى الألم بصورة عامة. فأنا شكرا. فلما نقرأ الدراسات والأبحاث اللي تتكلم عن العلاج الطبيعي والتعامل مع الألم المزمن، الدراسات القديمة كانت متمنية مدرسة الطب النفسي أو اللي هي الأطباء النفسيين، كانوا يقعدون مع المريض ويسولفون معاه عن المشاعر ويسولفون معاه عن التوتر. بس الحين تعدلت هذه المدرسة، تقولك لا، وي أس فيزيوثيرابيست أو كحتى مدربين متخصصين في التأهيل، زين أنا ممكن أتعامل مع الضغوطات النفسية عن طريق التمارين والموفمنت، ما أتعامل عن طريق الكلام. أنا ممكن والشخص يسوي تمارين شوية أحفزه، ممكن أعطي شوية كلمات إيجابية ما يخالف أشرح له، بس لا يصير التركيز كله إنه كلام على المشكلة النفسية. زين إيه طبعاً 7 دقائق، والله العظيم إن الدراسات، خلني أقول لكم الدراسات شنو تقول. دراسات تقول لما أجيب مرضى عندهم آلام أسفل الظهر المزمن، في أسفل الظهر آلام مزمنة، وأعطي جروب برنامج بس يركز على آلام الظهر اللي هو الاستابلايزيشن اكسرسايز، وجروب ثاني أعطيه جنرال ترينينج أشغل جسمه كله، الجروب اللي يسوي جنرال ترينينج يتحسن أكثر من الشخص اللي بس ركز على ظهره. حلو، ومفعول هيطول بعد لونج لاستنج. أنا لما نعطي برنامج علاجي، عفوا يا جماعة بكم تنتبهون معاي، لما نعطي برنامج علاجي
لا أركز إن البرنامج بس الحين يعطيني نتيجة، أنا أبي أعطي برنامج علاجي لميزتين. زين، الميزة الأولى إن البرنامج هذا يكون مبسط قدر الإمكان علشان الشخص يقدر يستمر فيه، حلو، علشان ما يرجع لي. وأبي أعطي برنامج علاجي إذا الشخص وقف التمارين يظل المفعول معه. ترى مو كل الناس تقدر تستمر في التمارين، مو كل الناس تقدر تلعب رياضة. زين، فهذا الموضوع وايد مهم ان نحطه في بالكم. اخر نقطه بقول لكم اياها علشان نعرف، لان المعلومه وايد مهمه يا جماعه، علاج الالم المزمن، الحالات او طريقه في العلاج الطبيعي لعلاج الالم المزمن ما نعطيه 6 جلسات في اسبوعين، تصير جلسه ومتابعه. علاج الألم المزمن يعتمد على السلف تريتمنت، أنا كثر ما أقدر أبي الشخص يعالج نفسه بنفسه. إش كثر الناس مع الأسف الشديد، لأن تخصص الألم المزمن مو الكل عنده هذا الإلمام، وايد فيزيوثيرابيست سواء كانوا في الكويت أو في الخليج يقولوا لي ليش تسوي وركشوب تعلم البيشنت يسوون حق نفسه مايوفاشيال ريليس. هذا الأساس، لازم كل علاج أقدر أقدمه في الجلسة لازم المريض يعلمه حق نفسه، يسوي حق نفسه، علمه والمريض يسوي موبيلايزيشن حق نفسه، علمه والمريض يسوي سيلف ريليز حق نفسه، علمه والمريض يسوي، علمه والمريض يستغني عنكم. لا حد يفكر يقول والله أنا عندي عيادة خاصة، إذا المريض عرف يعالج نفسه ما راح يرجع لي. لا والله راح يرجع لك. علم المريض يعالج نفسه، علمه كل شيء تقدر عليه، كل شيء، كل اوكي. علمه والمريض يسوي حق نفسه كل شيء. الطريقة العلاج طبعا هي لها اكثر من استراتيجية، لها اكثر من استراتيجية. زين، ممكن انا ابلش معاه الحين، نرجع مرة ثانية قطع ورد. انا ممكن، جماعة ركزوا معي حق العلاج الطبيعي، انا ممكن ابدي معاه جلستين او 3 جلسات مكثفين ورا بعض، حلو، اللي هو اعلمه انه يسوي التمارين واشرح له كل شيء ووعيه، والاهم ابني جسر الثقة بيني وبينه. اول خطوة لعلاج الالم المزمن هو بناء جسر ثقة بينك وبين المريض. اول خطوة ان المريض يتقبل العلاج هو ان يثق بك المريض. هني نرجع حق الجانب الانساني، انا اذا انسان ابي يثق فيني لازم اسولف معاه، لازم نتقبلني، لازم نفتح على مواضيع ثانية، صح اسمع له بس خليه يحس ان انا قاعد اعامله بانسانية. انت خلنا اعلمكم شغله، الفيزيوثيرابيست اللي يشتغلون مع البيدياتريكس مع الاطفال هم من افضل الفيزيوثيرابيست اللي يتعاملون مع الحالات المزمنه. ليش؟ الفيزيوثيرابيست اخصائي علاج طبيعي اللي يتعاملون مع الاطفال يقول لك انا اول جلسه او جلستين ما اعالج، العب، اخلي الطفل يحبني، وبعد علاجي كله يصير لعب. صح، انت انسان بني ادم، شلون تدش داخل عقله اذا انت تبي تعامله برسميه وتعال واقعد. مريض عفوا، مريض جايلك عنده الم صار له 15-20 سنة، وعلى فكره في اشخاص وايد ما يدرون الالم المزمن مو قوي. الالم المزمن يصنف 4 من 10 ترى، ولكن موجود. الالم المزمن هو ديسكومفورت، شيء مو مريح بس موجود مده طويله. اغلب حالات الالم المزمن المهم مو قاسي الا اذا كان في اتاك. فانت ترى المريض جايك عايش مع الالم، بس قاعد يروح ويطلع ويرد وينام، بس في الم موجود. اكسب المريض. من افضل التخصصات الطبيه اللي عندهم الكوميونيكيشن سكيل العلاج الطبيعي. استخدم هذا الباور اللي عندك، حاوره، سولف معاه، ها عمي شلونك شخبارك، سولف معاه شوية عن المرض، شوية عن الحياة، شوية عن هوايته، شوية عن المشكلة، شوية عن الرياضة. اكسب المريض، ومتأكد 100% والله العظيم أكد لكم الحين وكلكم، أنا متأكد إن في وايد منكم المرضى كانوا يجونهم لأن يرتاحوا لهم ويسولفون معهم. صح،
ما ياكم مريض صرف لكم حتى حق الفيزيوثيرابيست الفيميل، ما ياتش مريضه بكت عندك وفتحت قلبها وقالت لك شغله ثانيه، ما ياتلك مريضه تقول لك انا اي عشان ارتاح معاكم، صح ولا لا؟ لان احنا عندنا تواصل مستمر مع المريض، فوي هاف تو يوز ذات باور. اوكي، فانا ممكن ان اخذ لي جلستين ثلاث جلسات بشكل مكثف ابني جسر التواصل مع المريض واعطيه برنامج، بعدين شنو اقول له؟ اقول له عمي سو هذا البرنامج وخلني اشوفك بعد 10 ايام، لان انت بنيت الثقة مع المريض والله راح يسمع كلامك. بس اذا المريض ما حس بالثقة راح يقول لك لا انا بسجل جلسات باسبوعين. طبعا لكل قاعدة شواذ، ولكن بصورة عامة ها، فطريقة علاج الألم المزمن اول شيء رقم واحد يا جماعة، علاج الألم المزمن مو بست او 12 او 14 جلسة، يبي له طولة بال. حلو، فانا ممكن اول ثلاث جلستين ثلاث جلسات ابني علاقتي مع المريض، زين ان شاء الله ياخذنا الوقت، ابني علاقتي مع المريض، بعدين اعطيه برنامج كل اسبوع مثلا يجيني جلسه او كل اسبوعين يجيني جلسه، وبعدها مع الوقت راح اطول المده، فراح نبلش جلسات مكثفه اثنين او ثلاث جلسات، بعدين جلسه كل اسبوعين او ثلاث اسابيع، لغايه ما توصل معاه جلسه بالشهر، والجلسه هذه مدتها 20 دقيقه، والله 20 دقيقه ربع ساعه بس. بس يصير ينشر الدكتور، دكتورة أنا سويت التمارين ارتحت بس هذا سوالي عوار. عادي، من أسرار علاج الألم المزمن يسمونه complain and reflection، إن المريض يشتكي من الألم وانت تطمنه وتقول له تفسر له شنو الألم. سويت هذا التمرين وعورني ظهري، أو سويت هذا التمرين وعورني فخذي. عورك فخذك ممتاز، معناته جسمك استجاب. نفند المخاوف عند المريض، هكذا نتعامل مع الألم المزمن بالعلاج الطبيعي. اما ان يجيني مريض عنده الم مزمن وبفتك منه، عفوا ابي كل يلا انت عندك ست جلسات بخلص الست جلسات هذه باسبوعين ثلاثة اسابيع، شلون شلون مريض عنده الم مزمن عنده تصير؟ ترى انت قاعد تتعامل مع انسان، المريض اللي عنده الم مزمن ما راح يتغل، ما راح يصير زين خلال الأسبوع أو أسبوعين. أنت تقول له كلام يقتنع بالجلسة، يرد البيت يقول حق أبوه ولا يقول حق زوجته ولا يقول حق ولده، لا يبا زين يبا أوديك عند فلان الفلاني يحط عليك عشبة ويقرأ عليك ويكت عليك ماي وما شو يسوي وتصير زين. ترد تتلخبط أفكاره، يجيك الجلسة اللي بعدها والله دكتور أنا صرت زين بس والله يقولون لي يقولون لي يعني كنا لازم ها ادري نظام المستشفى، وهذا اللي احنا قاعد نسعى له الحين. احنا لما نيجي ونسوي دورات ونسوي محاضرات ونسوي ورش عمل ان شاء الله، علشان الاشخاص اللي يحضرون لما يوم من الايام يمسكون مناصب مسؤوليه يبدون يغيرون، لان الموضوع يحتاج توعيه. عرفت شلون؟ واذا كان عندك الحريه قول له انا ما راح اعطيك ست جلسات، راح اعطيك 12 جلسه على هالخشن، بس جلسه كل شهر الله يخليك، كل شهر راح اشوفك وراح اظل متواصل معك. عرفت شلون؟ ف طبعا في ريستريكشن، في ريجوليشن يا جماعه، الموضوع اكيد يحتاج كرياتيفيتي، يحتاج تلف وتدور، يحتاج وايد امور عشان نتعامل معها. زين، ف بكل بساطه حاولنا نختصر موضوع الالم المزمن والعلاج الطبيعي وشلون نتعامل معاه. حلو، اللايف موجود، الاشخاص اللي ما لحقوا عليه الموضوع اللايف كله مخزن. زين، خلنا اشرح بس هذا اللايف مخزن، والجماعه راح ينزلونه على اليوتيوب يمديكم تطالعونه كله ان شاء الله. بيعطيكم العافيه ومشكورين على الاستضافه. انا بعد عندي بعد لايفين بعد لايفين، فلازم زين بس بجرب اجاوب هذا. شوفوا هذه نقطة بشرح لكم نقطة سريعة، سالفة الطب الشعبي. جماعة أنا في يوم من الأيام كان المريض اللايف راح يتخزن على طول، على طول خلال ربع ساعة راح يظل ينعاد مرة ثانية. زين، أنا قبل كنت لما يجي المريض يقول أنا رحت عند الطب الشعبي وكذي أعصب وتنرفز وكذي، بس بعدين
مشكلة اعتقادات الأشخاص، تجاربهم في الحياة، ثقتهم في وين. الموضوع مو سهل، عرفت شلون؟ حاولوا توعون الناس، حاولوا تقولوا لهم انطر شوية، تعال معاي، وقف هني، في مريض يحتاج حزم، في محتاج مريض يحتاج قصة، في مريض يحتاج موعظة دينية، في مريض يحتاج قصة شعبية. جماعة آخر نصيحة حكم، آخر نصيحة حكم عشان نختم، ما هي أفضل ورشة عمل ممكن يأخذها الفيزيوثيرابيست علشان يتعامل مع الآلام المزمنة؟ communication skill، دورات التواصل مع المرضى. وأفضل أفضل الدورات، الدورات اللي ناخذها مالت التربية، اللي يعلمونا شلون نعطي محاضرات للأطفال. شلون؟ هذا موضوع ثاني. ها، لأن في طفل يحتاج قصة، وفي طفل يحتاج نعلمه عن طريق اللعبة، وفي إنسان يحتاج نقول له سالفة، وفي نحتاج نوصل المعلومة وإحنا يمه، وفي واحد يحتاج نعطيه مثل. ها، communication skill، دورات فنون التواصل مع الآخرين، راح تعلمك شلون تدخل إلى داخل المريض وتحط في باله المعلومة بكل سهولة ويسمع كلامك. يعطيكم العافية، نلتقي فيكم إن شاء الله، وتكون إن شاء الله الأمور طيبة، وأكيد لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في السعودية وفي الخليج وفي كل مكان إن شاء الله. يعطيكم العافية، وتصبحون على خير، مع السلامة.